طيب معانا اتصال اخر من استاذ احمد من الشرقيه. استاذ احمد نوطي مساء الخير يا التلفزيون. ماما. مساء النور، اهلا بحضرتك، بس نوطي صوت التلفزيون عشان اسمع حضرتك كويس. اتفضل. نوطي يا فندم خالص. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء الخير يا استاذ احمد. والله بس انا كنت عايز اشكر دكتور توفيق يا فندم. انا اسف يا دكتور اسامه اني بتكلم في وقت حضرتك على موضوع مادة الجلاب يا فندم. اهلا اهلا بك، اتفضل. اخش مع حضرتك برضه دكتور اسامه في الموضوع. بالنسبه جفني عين الشمال، بقوم من النوم الصبح بحس انه مش قادر افتح عيني. تمام؟ اتفضل. وكنت استعملت مرهم تراميسين اللي هو العادي دوت، وعمل لي التهابات تحت الجفن وحبوب، وحتى الان يعني ما رقتش. الو الو، هو تقريبا الخط قطع.